تعالوا نعمل الكبيبة مع بعض ونشوف مقاديرها على الشاشة. لحم مفروم، برغل مغسول وبعد ما اتغسل بمية ساعة بننقعه لمدة ساعتين ثلاثة. دي التركاية، البرغل بيتغسل بمية باردة من فضلك مش مية سخنة، مع بصل وتوم مع ملح وفلفل وقرفة ناعمة، والتركاية معلقتين سميد في قلب الكبيبة. وهقول لك ليه السميد دلوقتي في قلب الكبيبة. تعالوا الأول نبدأ إن احنا نطحن اللحم مع البرغل، وبنعتذر من صوت الخلاط. مع بعض كده اكتبي المقادير دي وحطها على باب التلاجة، وقولي الكبيبة المقلية على طريقة البوغازي. الله أكبر، إيه الحلاوة دي؟ زي الفل. سميد برغل، حلو أوي. عصير ليمون، حلو أوي. تعالوا مع بعض. دايما لما بنيجي نعمل الكبيبه بتفك مننا في قلب الزيت يا عم الشيف، ويا اما البرغل ما بيختلطش كويس باللحم. فانا اقول لك دلوقتي على تركايه حلوه كده، والاسئله دي كتير على السوشيال ميديا. الكبيبه مهما بعملها ما بتبقاش زي بتاعت بره، ما بتلاقيهاش كده كلها ملمس واحد وناعمه وزي الفل. ليه يا شيفنا؟ تعالى نتكلم على الموضوع ده ونجاوب عليه عملي. اول حاجه بحط البرغل، برغل بالشكل ده كده، يتغسل بمية ساعة مرة اتنين تاني كأنك بتغسلي رز. وبعد كده يا ست الكل بتصفيه من المية وتسيبيه لمدة ساعتين ثلاثة. الجو حر حطيه في التلاجة، الجو فيه برودة خليه برة التلاجة، ده اختياري. هذا البرغل بتاع ده اللطيف الحلو، ونشغل عليه الكبة. الكبه ونشوف الدنيا فيها هنا اهو. ده يعني للامانه المفروض ينزل على مفرمه لحم، عشان نبقى واضحين مع بعض يبقى في مصداقيه. المفروض ينزل على مفرمه لحم، ولكن صوت المفرمه والكبه فيها مجهود شويه، فاحنا بنستخدم الكبه. شوف الدنيا عاملة هنا، التقليبة دي مطلوبة اه. الله، ايه الحلاوة دي يا عمش، ايه الجمال. بنجيب اللي تحت فوق واللي فوق تحت بمساعدة الاسباتيولا بتاعتي،
او سكينه او شوكه او معلقه زي ما انت عايزها، ده الطبيعي. ونقلب تاني بالخلاط. لازم العجينه دي كلها تبقى انسجام مع بعضيها. بيسالوني في الكنترول ليه حطيت ميه، هجاوب على الفاصل ده وانا بعد ما اطحنها. حلو الكلام. تعالوا مع بعض نشوف العجينة بتاعتنا. لازم تاخد وقتها في الكبة. في سؤالين دلوقتي المفروض نجاوب عليهم، اللي هي التركية بتاعت المغازي، أسرار عمل الكبيبة. رقم واحد، إضافة الماء المثلج للبرغل في حال طحنه، علل ولماذا؟ لاستخراج الأنسجة والألياف بتاعة البرغل عشان يختلط ببعضه، لأن البرغل قمح كامل ومطحون خشن وناعم، فالناعم بنستخدمه في الكبيبة والتبولة، فعلشان يديه للألياف بتاعته واستفيد بيه طبعا لازم أحط له ماء مثلج. حلو قوي. وإضافة السميت الناعم ليه يا عم الشيف؟ عشان الكبيبة تبقى ملمسها ملمس واحد ويساعد على التصاق وملء الفراغات بتاعة البرغل مع اللحم. تعالوا نحط البهارات بتاعتنا. حطينا الملح ما ننساش، بهارتنا فلفل اسود وبابريكا وقرفة. حلو قوي. ونعجن العجينة دي يا عم الشيف ونبدأ نشتغل مع بعض. كبيبة باللحمة، كبة مقلية، كبة سمائية، كبة باللبن، كبة بالصينية، كبة كدابة، كبة بالسماء، كبة بدبس الرمان، كل دي مسميات تطلع من العجينة دي. عد على صوابعك العشرة كده أنواع من الكبيبة دي بالعجينة دي. طب اللحم المفروم ده يفضل إيه يا عم الشيف؟ يفضل لحم كندوز مش ضاني، هبرة، خالية من الدهون، ما يكونش فيها دهون عشان الكبيبة ما تفكش منك. الهبرة بتاعت الكبيبة أو اللحمة سموها إخواننا الشوام هبره حمراء، يعني حته حمراء خاليه من الدهون، زيرو دهون. وتقول للجزار انا هعملها كبيبه. العجينه جاهزه، يلا نشتغل مع بعض. حلوه، هنخليها هنا كده وناخد البلانشه الحلوه دي كده ونحط عليها شويه زيت. ونشتغل مع بعض. تعمل ايه يا عم الشيف؟ اصبر على رزقك. هعمل كبيبه مقليه دلوقتي حديث الساعه. ده زيت حطيته على البلانشه. ما عندكيش بلانشه زي دي كده بتجيبي صينيه، ورقه زبده اختياري، بس انتوا عارفين الشيف المغازي بيحب يعمل ايه، افتكاسه. بوله فيها ماء ساقع مثلج. الله على صوت الميه، قال لك الميه تروي العطشان. حط ايدي في الميه
واللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار او في الشربات. وناخد الكوبيبه دي كده بالشكل ده كده ونحطها هنا كده تاني. يلا بينا. لا احجام واحده خليها كده ونحط هنا كده ايدي في الميه ونشتغل كده. ليه بتحط ايدك في الميه يا عم الشيف؟ عشان العجينه ما تلزقش في ايدينا. اللهم صل على النبي. عندنا ماء بيغلى على النار. بعد ما بنعمل الكوبيبه بالشكل ده كده في طريقتين للسوى. الطريقه الاولى اخواننا الشوام ممكن يشوها على الفحم، والفحم هنا لازم يكون نار هادئه. الطريقه الثانيه تتعمل كوبيبه الشكل البيضاوي اللي احنا عارفينه، وتتحشي لحم ضاني مفروم مع صنوبر حلو، وتتقلي في الزيت. الطريقه اللي انا هعملها دلوقتي ودي حصري، ان انا هقليها زي ما هي كده، بس اللي هي تركايه ان الكوبيبه دي هتتسلق في ماء مغلي متبهر، ميه مغليه على النار، بنحط فيها شويه بهارات مع فص ثوم، ونبدا نسلق الكوبيبه دي. وبعد ما بنسلقها بنشيلها من الماء السلق، نسيبها لما تبرد شويه، بنعفرها بالدقيق وتتقلي في الزيت، تاكليها وتاكلي صوابعك وراها. طب سلقتها ليه يا عم الشيف؟ لان داخلها برغل واللحم هنا عايزه يستوي، فقليها في الزيت مش كفيله ان هو يساوي كل حاجه مع بعضيها. دي مدرسه اسمها المدرسه المغازيه. ايدك في الميه على طول وانت شغاله ما تنسيش. هتلاقيها بتلزق في ايدك على طول. تاخد منك الشكل اللي انت حباه. تاني. عملنا تقريبا نص كيلو لحم مفروم يكفي العيله والجيران والحبايب وصله الرحم وجبران الخاطر، ونخبط على الجار. بفتح القناه الاولى النهارده شفت الشيف المغازي جاب برغل ولحمه، بس شفته يا ام محمد حط معلقتين سميد. عارفه السميد ليه؟ عشان يخلي لك ملمس الكفته ملمس ناعم، ويخليها تمسك في بعضيها وتبقى هشه. السميد الناعم بتاع بلح بتاع البسبوسه اللي احنا بنعمله في البسبوسه، وكمان بنستخدمه في بلح الشام. عارفين ليه في بلح الشام؟ عشان يخلي لك بلح الشام مرمل. اضافه معلقه سميد لعجينه بلح الشام وهو على النار مع البيض والدقيق والزيت، في حاله خلط البيض مع ماء ساخن ودقيق في عجينه بلح الشام. بس حبيت اطلع للموضوع، معلقة السميد يخلي لك بلح الشام مرمل وله طعم كده وانت بتحمريه. حبيت تطلعوا فاصل يا شباب ولا نكمل؟ هناخد الكوبيبه بتاعتنا نحطها في ماء مغلي، وبعد الميه المغليه بنحمرها في قلب الزيت. تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ومعنا تعالوا نشوفوا مع بعض الكوبيبه ومدرسه الكوبيبه. معايا حاجتين، زيت بيسخن على النار وميه بتغلى على النار. حلو الكلام. بنحط في الميه دي شويه بهارات عشان ما نفصلش الطعم. بهارات دي شويه بابريكا حلوين كده، شويه كركم، شويه ملح ما ننساش، ولازم نستنى عليها لغايه لما تغلي درجه الغليان تقريبا. حلو الشكل ده كده. ليه يا عم الشيف؟ علشان ما تفكش منك. اوعى تحطيها في ميه بارده، لازم الميه تكون بتغلي. وناخدها واحده واحده كده نسقطها في قلب الزيت، في قلب الميه واحنا مع بعض كده. وبعدين تطلع من الميه المغليه على الزيت، تبقى مقرمشه تاكلي صوابعك وراها. ده اللي هنشوفه دلوقتي مع بعض كده. اعتقد ان انا جاوبت على اسئله كتير تخص الكوبيبه. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم يا غالي، والله بقول لك الميه تكذب العطشان ولا الغطاس،
بيقول لي ما تفكش في قلب الميه، في سميت وفي برغل، الاثنين بيلعبوا دور كمال الاجسام يعني، من الاخر ان هم يحموها ان هي تفك من الميه. اه سميت ناعم وبرغل سيبها في الميه. عايزين واحده كمان هنا، واحده كمان هنا، يلا دول كفايه قوي، ونسيبها ما تقلبهاش زي ما هي كده يا امي. ربنا يديك الصحه يا امي ويبارك لنا فيكي يا امي. شفت الكبيبه بتتعمل ازاي؟ هي دي المدرسه. بعد ما بتطلع في طريقتين، عايزه تاكليها مسلوقه عادي مفيش اي مشكله، بتقدمي معاها صوص طماطم وتتاكل عادي، بس هيبقى طعمها مش لطيف يعني، ولكن تحمرها في الزيت بالتاكيد بدل ما تاكل واحده هتاكل اثنين وثلاثه واربعه. تعال نشوف الكبيبه بتاعتنا بسرعه عشان وقتنا خلص. اللهم صل على النبي. عندنا زيت غزير، ناخد من قلب الطاسه كده، يلا بينا اهو في قلب الزيت. هو ده هو ده هو ده هو ده. الله عليك يا عم الشيخ. عايز تبص على الحاجة الحلويات اللي هنا؟ أفرجك على الحلويات، بص على الحلويات. أهي. اللهم صل على النبي. عارفين انا برفع ليه القلايه؟ ليه؟ عشان اشوف المكان الفاضي احط فيه. اهو اخر واحده هنا. يلا بينا، خلينا نغرف الكوبيبه دي مع بعض. دي ممكن نقدم معاها لبنه، برضو ممكن نقدم معاها سلطه خيار باللبن زي ما احنا حابين. الطبق الحلو ده كده، عندنا بصل اخضر كده، الله بصل الاخضر والموسم بتاعه يا اخوانا حكايه في الايام دي. اه دايما لما نجيب البصل الاخضر الحلو ده كده، عصره ليمون عليه، شويه كمون، شفت الجو ده كده؟ قدمها بالشكل ده كده، ها؟ مهم جدا على فكره. يلا بينا؟ يلا بينا. الله. تعالوا نغرفها مع بعض. تاكلي صوابعك وراها، واحنا شغالين كده زي الفل. ومهم جدا خلي بالك تتاكل سخنه. الله. عملية السلق مهمة جدا. ألف هنا وشفا للي ياكل. تسلم إيدك يا عم الشيف. سخنة. نعم ممكن، بيقول لي ممكن نعملها بالفراخ. اه استبدل اللحم، بدل لحم مفروم تبقى دجاج مفروم، صدور فراخ. ممكن نعملها بالجمبري كده، الميزانيه باظت، ممكن نعملها بالجمبري. اختياري. مكانها فين دي يا شباب؟ اه الف هنا وشفا.